من جديد تحياتي لأحلى شباب، مثل ما دائما معودينكم على الرانجات الحلوة المميزة. اليوم عم نحكي عن رانج روفر سبورت سوبر تشارج. هيدي السيارة اوتوبايوغرافي 2014 بعد أجنبية 2 تون، وما تنسوا 518 حصان لما نسمع صوت النغم. يلا نبلش بالزوايد من جوا. شباب شوفوا هالداخلية الحلوة الأسود والأحمر 2 تون، شي بفرفح القلب. نبلش بستيرنج ويل شيفترز مالتي فانكشن، وشوفوا التابلو شو لونه، وبهيدي الكبسة عم نحوله للديناميك لحتى نصير نسمع صوت النغم. يا حلاوة كبسة السعادة مثل ما شايفين وين موجودة. هذه الشاشة كلها تاتش اكسترا فيتشرز، بنشوف الخمس كاميرات كرمال بارك اسيست، ومن بعدها الاي سي بارد وسخن بالكراسي. وهون يا شباب في تشارجر فريم الايد كولر بار اللي الاسود الحلو مع كلمات الرينج روفر، سنسر امامي بدل الكاميرا، خمسة كرمال بارك اسيست. شوفوا مع الاكزانون ما احلى. ويلا يا شباب لجوا لنشوف باقي الزوايد. يا عين بس تكون المكنة 2 تون، وكيف إذا كانوا أسود وأحمر. شوفوا هالسيتس بس 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 يا حلاوة. سقف بانوراميك والقماش الكنتارا، ويلا نكمل يا أحلى شباب. منبلش أول شيء بالجونت الأسود الجلوسي 22 إنش، بيجي بس على الأوتوبايوغرافي. ويلا على السحبات يا أحلى شباب، نحن ومارين على السحبات بنشوف المرايا بضبوا على الكهرباء بقلبهم البلايند سبوت وبقلبهم كاميرات كرمال البارك أسيست. البواب شفط بيفتحوا بدور على البصمة، مارشي بيه موجود، وعلى صعيد النهائيات غطى صندوق كهرباء وسنسر وكاميرا على الأريير يا أحلى شباب. وهلا إجا وقت أحلى مقطع نسمع النغم. دايناميك حولنا، تابلو تحول للأحمر، وهلا إجا وقت النغم يا أحلى شباب. وينك يا صاحب النصيب؟ يا شباب وبهيدي الطريقة منكون شفنا هالرينج الحلو المميز من جوا ومن برا، وما باقي الا نتعرف على صاحب النصيب. صوره وسعره على الويب سايت rkmotors.com. وقبل ما تفلوا رح نسمع مرة صوت النغم ومنطرونا بفيديو جديد. يلا لورا.